برحب بحضراتكم مرة تانية ومعايا الحقيقة ضيف عبر سكايب وهو كان مدرب النادي الأهلي السابق مستر هولمان، طبعا المدير الفني السابق للنادي الأهلي الألماني طبعا هو، وكان لي تجربة تدريب مع النادي الأهلي، قدر أنه يفوز باثنين دوري مصري وكاس مصر، وطبعا هنتكلم معي عن كلام كتير عن تجربته كمدرب لفريق النادي الأهلي. معانا مداخلة هاتفية من مستر هولمان، برحب بيك في برنامج السادسة. اهلا وسهلا بكم، شرف لنا ان نكون معكم اليوم في السادسه. الحقيقه عايز ابدا معاك من ازاي تقيم تجربتك مع النادي الاهلي كمدرب وطبعا في تحقيق الالقاب والبطولات مع النادي الاهلي. Also es war für mich eine wirklich sehr 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 schöne. كان وقت ممتع بالنسبه لي حينما كنت أدرب النادي الأهلي في مصر، فإنها ذاكرة لا تنسى. فكان النادي الأهلي في هذا الوقت فريق رائع ممتع كرويا، فريق يلعب كرة غير معتاد، ممتاز رائع. هذا ساعدني بتحقيق النجاحات والألقاب مع النادي الأهلي، لأني كنت أمتلك لاعبين من أفضل اللاعبين في هذا الوقت. يا هاب شون. يا هالو يا هبش، بالنسبة لك أغلى بطولة حققتها مع النادي الأهلي إيه هي؟ يا يا ich hatte also ich muss sagen also die Zeit war super klasse für mich. حقيقة الأمر كان وقت ممتع في كما أبلغتكم، حيث كنت أمتلك فريق رائع. لقد حققنا كثير من البطولات وكل كل الكؤوس والألقاب، البطولتان التي حققتهما بطولة الدوري المصري، وكنا قد فزنا على فريق كازابلانكا المغربي عندنا هنا في مصر، فأنا أجد هذا من أهم البطولات والألقاب في ذلك الوقت، فأنا أعتبرهم كلهم من أهم البطولات، ليس فقط بطولة واحدة بعينها. بتقول انك دربت لعيبه كتير طبعا في النادي الاهلي كلهم نجوم، ولكن مين اكتر الاسماء اللي بتعتز انك قمت بتدريبها؟ كانت لاعبين رائعين، من ابرزهم كابتن احمد شوبير، هشام حنفي، هادي خشبه، من اهم اللاعبين، وبالتاكيد التوأمان حسام وابراهيم وأحمد فيليكس المهاجم الرائع. في حقيقة الأمر كان فريقا رائعا متكامل، وهم أبرز الأسماء الذين أعتز بتدريبهم في ذلك الوقت. هل لسه بتتابع الكرة المصرية دلوقتي؟ بالتأكيد أتابع الكرة المصرية. لقد قمت بتحميل بعض الأبليكيشنز على موبايلي وأرى الأخبار وأتابعها أول بأول وأرى ماذا يحدث في مصر، وبالتأكيد لدي أصدقاء كثيرين في مصر، أصدقاء أعتز بهم وأسألهم دائما عن الكرة في مصر وأحوال الكرة في مصر وتطورها. طب عايز أعرف منك طبعا يعني تقييمك طبعا للنادي الأهلي الفترة دي بما أنك متابع للكرة المصرية. كنت بسألك سوف أبدأ عندما أتحدث عن مستوى النادي الأهلي عندما كنت مدربا للأهلي، فكما أبلغتكم فهو كان فريق عظيم ويمتلك جودة رائعة وعالية من اللعيبة المهريين، وحققنا كثيرا من الألقاب كما أبلغتكم، وأيضا النقاط كنا أني أرى الأهلي فريق استثنائي سواء كان في وقت تدريبي أم الآن أيضا، فأنا أقيم الأهلي وأراه فريق جيد جدا ويمتلك كل المهارات والمواهب التي تساعده في تحقيق البطولات.
من وجهة نظرك، ليه المدرسة التدريبية الألمانية قليلة التواجد مقارنة بالمدرسة الفرنسية؟ وده طبعا بتكلم على تدريب الأندية الإفريقية والعربية. Das nicht so viele sind. Genau. Ja, das ist so schwer zu beurteilen und schwer zu sagen. إنه صعب جدا الحكم هنا وإجابة هذا السؤال. ولكن يوجد لعيبة، وكان يوجد لعيبة ألمانية مثل تشوبل، مستر تشوبل وهو واحد من أبرز المدربين الذين قدموا الكرة المصرية. ولكن لماذا الآن لا يوجد كثير من المدربين الألمان على العكس من المدربين الفرنسيين؟ فهذا صعب جدا إجابة هذا السؤال. على الرغم فأنا أستطيع القول بأن هناك كثير من المدربين الفرنسيين الممتازين. لماذا لا يوجد كثير من الألمان؟ فإنه سؤال صعب للغاية. رأيك في مستوى الكرة الإفريقية حاليا؟ شايف أنه تطور بشكل كبير؟ Momentan. Ja, also ich denke mal, dass der afrikanische Fußball hat sich in الكرة في أفريقيا أو الكرة الأفريقية رغم كل الأحداث الحالية والسابقة، فأنا أرى أنه في تطوير مستمر أيضا منذ 19 عام حتى الآن. أرى تطور ملحوظ في جودة الكرة في أفريقيا وليس فقط في مصر. وهناك أيضا لاعبين كثيرين من أفريقيا يلعبون الآن في الدوريات الأوروبية، وأيضا فهذا ينعكس بالطبع على الكرة وتطورها في أفريقيا وفي الدول العربية. ويؤكد في النهاية أن اليوم الكرة تطورت بشكل كبير، ومقارنة بوقته حينما كان هنا مدربا في مصر، فهناك في فرق كبير في التطور في الكرة في أفريقيا. الأهلي هيواجه الزمالك في نهائي مرتقب طبعا لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، وإحنا بنتكلم على الكرة الأفريقية، إزاي شايف اللقاء ده وتوقعاتك كمان للنتيجة؟ Also ich finde das grandios und finde das also super. أجد ذلك أمر رائع للغاية، فلأول مرة في النهاية بطولة أفريقيا فريقين مصريين الديربي القمة الأهلي والزمالك، فأنا أرى من وجهة نظري أنه شيء رائع. وللأسف بسبب فيروس كورونا لا يمكن حضور الجماهير الذين يلعبون دورا هاما في مثل هذه المباريات، خصوصا ديربي الاهلي والزمالك. سوف اشاهد هذا اللقاء في التلفزيون واتابعه، واجده لقاء مهم جدا وغايه الاهميه للكره المصريه. حابين نعرف كمان رايك في المحترفين المصريين باوروبا زي محمد صلاح في ليفربول، وطبعا محمد النني في ارسنال. Ja, super gut. Also ich bin erstaunt und finde es also super gut, dass gerade so Salah in Liverpool. وخاصة محمد صلاح في ليفربول. فهو لاعب رائع، ليس فقط كلاعب على المستوى الرياضي والكروي، فهو كإنسان إنسان رائع خلوق. فهو لاعب استثنائي بالنسبة للكرة المصرية ونجاحها خارج وداخل مصر. شايف ان محمد صلاح يعني من وجهه نظرك انت لو هتنصحه نصيحه ان هو المفروض يكمل مع ليفربول، ولا بعد الانجازات دي جه الوقت ان هو ممكن يروح نادي اوروبي تاني؟ بالطبع لا، انصحه لانه حقق كثير من الانجازات والالقاب، فهو اسطوره وايقونه بالنسبه ليفربول، فانصحه ان يظل في ليفربول لانه وصل في من وجهه نظري لاعلى المستويات الكرويه والاحترافيه، فهو لاعب مهم جدا، وانصحه بالتواجد في ليفربول والتكمله.
بشكرك جدا مستر هولمان، كنت معايا في برنامج السادسة، وطبعا يعني اكيد محمد صلاح فخر العرب، كلنا بنفتخر بيه وكلنا شايفين قد ايه انجازات كبيره ليه في ليفربول، وكثير من جماهير ليفربول او كل جماهير ليفربول متهيألي خلاص ما تتخيلش الفريق من غير محمد صلاح ومن غير ساديو ماني ومن غير طبعا فان دايك. يعني الحقيقه في تشكيله كده في طبعا في ليفربول مع يورجن كلوب، الحقيقه مدرب رائع جدا، وانا في وجهه نظري افضل مدرب في العالم الفتره الحاليه. التشكيله دي كلها مع ليفربول ودت ليفربول في حته تانية خالص، بقى من اقوى او اقوى كمان فريق في الدوري الانجليزي. وطبعا بنتمنى طبعا الشفاء لمحمد صلاح ويقوم بالف سلامه. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق وكلام كتير عن منتخب مصر والنادي الاهلي.